طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بعتقد احنا المحاضرة الماضية بلشنا نحكي في الجراوند ووتر هيدولوجي، ووصلنا لمرحلة انه حكينا عنه القانون اللي احنا بنبني عليه في حساب الفلو خلال الاكوفر، سواء كان كونفايند اكوفر او ان كونفايند اكوفر اللي عرفناه المرة الماضية. كان عندنا قانون دارسي، وقانون دارسي كان بياخذ 3 assumptions اللي بيعتبر بالنسبة لنا اساس في الحسبة، انه احنا لما بنحسب للاكوفر within certain area بنقول انه الماتيريال او الاستاطة اللي موجود خلالها المياه هي it is homogeneous and isotropic، بمعنى انه kx بتساوي ky، there is no capillarity zone، على اساس انه بنستثني مفهوم الكابلاريتي لانها ممكن تعطي فكرة عكسية او يعني تعطي صورة مختلفة، انه الفلو عندي steady state، يعني انا بحسب في حالة الستيدي ستيت فلو. طبعا كانت بالنسبة لنا الفكرة انه لو انا جيت على الخزان الجوفي زي الرسمة الموجودة عندي هنا، وهذا الخزان رسمته بتدل على انه بيحكي على confined aquifer لانه محصور ما بين طبقتين غير منفذات، لو جيت انا عملت مجموعة بايزومتريك تيوب صح، الاقي المي راح تطلع الى منسوب معين، والمنسوب هذا اللي احنا بنسميه البوتنشال هيد. لو طلعت على الهيد هذا بلاقيه انكلاين بدليل انه مائل، وهذا كان بيعطيني بيقول لي انه الفيلوسيتي حسب قانون دارسي الفيلوسيتي للمي تتناسب مع معدل التغير في الهيدوليك جريد لاين، لانه هذا الخط هو عباره عمليا عن الهيدوليك جريد لاين، والفيلوسيتي بتتناسب مع الهيدوليك جريد لاين. ومن ثم كانت عندي انه الفيلوسيتي بتساوي الكي اللي هي البيرميابيليتي في الهيدوليك جريد لاين. إذا بقول إنه Q حسب الكونتينيتي إيكويشن بتساوي Q في الأريا في الفيلوسيتي، إذا Q بتساوي K في I في A، أساس إنه الأريا هي الكروس سكشن أريا على اتجاه الفلو. طبعا زي ما بنعرف إنه V عبارة عن السبيسيفيك فيلوسيتي، و I بالنسبة لنا إنه لو جيت تاخذ خلال ديستانس L معدل التغير في البوتنشال هيد في فاي، فاي بتساوي دي فاي على دي ال، ومن ثم ممكن اعوض عن في، بدل ما اقول في بقول بتساوي كي في دي فاي على دي ال اللي هي كي فاي، وبدل اي بقول دي فاي على دي ال. كيف نستخدم الحكي هاي بالنسبه ل الكونفايند اكوفر؟ بتقول لي انه الكونفايند اكوفر هو عباره عن اكوفر محصور ما بين طبقتين غير منفذات، ارتفاع الاكوفر اتش كابيتال ولا مش هيك؟ طبعا نلاحظوا هنا انه اتش بتتغيرش عند اي نقطه مع الزمن، لانه الطبقتين هذولا ثابتين ما هماش متحركين. لو جينا ناخذ على اي عمق بي، يعني بمعنى اني لو جيت اقول هي الاكوفر ماشي بهذا الاتجاه وهي ارتفاعه اتش، اخذ دبث بي منه على اساس اخذ الكيو خلال مقطع اتش في بي، فبقول لي انه تجاه الفلو في اكس حسب المعادله بيساوي ماينس كي في دي فاي على دي اكس، مش هيك؟ على اساس انه دي فاي على دي اكس عباره عن الاي. بس لاحظوا شغله هنا انه حطينا ماينس. طبعا ليش حطينا ماينس؟ لا، الماينس لو انا جيت هل في نيجاتيف؟ في بوزيتيف ولا مش هيك؟ طيب دي فاي على دي اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو اخذت فاي 2 ماينس فاي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1، فاي 2 اقل من فاي 1 ولا مش هيك؟ اذا راح تطلع عندي دي فاي على دي اكس نيجاتيف ولا مش هيك؟ نعم، مش هيك احنا بنحسب؟ مش لما انا بدي اجي اخذ من عند مقطع من هنا مثلا لهنا بدي اخذ فاي 2 ماينس فاي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1، طبعا اكس 2 ماينس اكس 1 بوزيتيف، لكن فاي 2 على فاي 1 نيجاتيف، وهي اتجاه الفلو عندي ولا مش هيك؟ مش انا بدي امشي مع اتجاه الفلو، فراح تطلع عندي دي فاي على دي اكس بالنيجاتيف ولا مش هيك؟ طبعا في اكس مش نيجاتيف، فبنحط الشرط النيجاتيف بس عشان نعادل الدي فاي على دي اكس لانها بالنيجاتيف. واضحه هاي النقطه؟ طبعا هنا باجي في عندي مصطلح كيو سمول. كيو سمول بمعنى الفلو بير يونت ويدث. لما قلت لي كيو كابيتال بتساوي الاريا في الفيلوسيتي عباره عن الاريا بي في اتش،
كيو بتساوي الفلو بير يونت ويث، يعني كيو على على بي. اذا انا بحكي بالشكل التالي انه كيو بتساوي الاريا في كي في دي فاي على دي اكس، مش هيك؟ الاريا عندي بتساوي بي في اتش في كي، نعم، في دي فاي على دي اكس. كيو سمول هي عباره عن كيو على بي، اللي عباره عن الفلو بير يونت ويث، فبدي اساوي طبعا هذه بالماينس، ماينس كي اتش دي فاي على دي اكس، مش هيك؟ طبعا احنا بالنسبه لنا حكينا المحاضره الماضيه انه في حاله الستيدي ستيت، في حاله الستيدي ستيت لو جيت اخذ ما بين تو بوينتس راح يكون الكيو اللي داخله من هنا، اذا اخذت هي اتجاه الفلو، هي الفلو، هي مقطع وهي مقطع. هسا انا عندي كيو هنا نفس كيو هنا، مضبوط، على ديستانس مقدارها دلتا اكس. لو جيت اخذ اي سيجمنت دلتا اكس راح يكون عندي دلتا كيو على دلتا اكس ايش بتساوي؟ بتساوي زيرو. وذيس از وات وي مين باي ستيدي ستيت، انه المقطع هنا محصور، الفلو اللي بيدخل من اي نقطه هو نفس الفلو اللي بيطلع من نفس من 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 نقطة ثانية. طبعا إذا كانت دلتا كيو على دلتا اكس بتساوي زيرو، وظفت مين؟ إما كي تساوي زيرو في المعادلة، وإما اتش تساوي زيرو، وإما دلتا فاي على دلتا اكس تساوي زيرو. مش هيك؟ نعم، بس آسف، هنا بس عشان أشتق دلتا كيو على دلتا اكس، لأنه كيو بتساوي ماينس كي اتش دي فاي على دي اكس. سوري، المشتقة الأولى دلتا كيو على دلتا اكس بدها تساوي، قلنا K it is constant ولا مش هيك؟ H is constant، إذا ما بدخلوش في عملية الاشتقاق. D phi على DX بالنسبة لـ X بدها تساوي D2 phi على DX تربيع. هسا في المعادلة هذه بتقول لي دلتا Q على دلتا X بتساوي 0، لأن أنا بحكي على steady state. معناته إما K H بتساوي 0 أو D2 phi على DX بتساوي 0. طبعا مش معقول تكون K بتساوي 0، لأنه إذا البيرمابيلتي 0 معناته ما فيش أكويفر، وإذا اتش بتساوي زيرو ما فيش أكويفر. إذا نو واي إن تكون كي أو اتش واحدة منهم بتساوي زيرو أو التنتين يساوي زيرو. إذا التعريف الوحيد إنه تكون دي 2 فاي على دي اكس تربيع بتساوي زيرو، وهذه هي اللي احنا بنسميها الديفرنشال إيكويشن الخاصة بالكونفايند أكويفر. طبعا هذه ديفرنشال إيكويشن، إذا حدا بعطيني الباوندري كونديشن، إذا أخذت بداية الأكويفر نهاية الأكويفر قديش فاي بالنسبه لاكس، ممكن اني اعمل عمليه انتجريشن لهذا المعادله واوجد علاقه كيو مع مين؟ مع اكس. واضحه هاي النقطه؟ هذا اذا كان الاكوفر عندي كونفايند اكوفر. واضحه النقطه هاي؟ طيب لو كان الاكوفر عندي ان كونفايند اكوفر، لاحظوا في الان كونفايند اكوفر اللي بكونش عندي بايزومتريك هيد، بكون عندي الووتر تيبل، ولا مش هيك؟ طبعا هل الووتر تيبل هوريزونتال؟ الووتر تيبل لا، مائل، مائل مش متعرج، مائل، لانه انا مش في عندي لوسز في الهيد. اذا انا كل ما مشيت مع الديستانس راح الاقي انه الهيد بينزل، ولا مش هيك؟ طيب انت بتقول لي انه لو جيت اطبق معادله مانينج ايكويشن، لاحظوا شغله انه الخط هذا كمان مائل، بس مش بالضروري مش راح يكون ستريت، راح يكون نازل وايش؟ وماخذ نوع من الكيرفتشر. هسا لو جيت عند اي لحظه ارتفاع الاكوفر بيساوي اتش سمول، طبعا اتش سمول ثابته ولا متغيره؟ اتش سمول متغيره. لو جيت للهيد ات اني ديستانس راح يكون الهيد عباره عن او معدل التغير فيه هو عباره عن تغير في دلتا اتش، ولا مش هيك؟ يعني بمعنى انه دلتا فاي راح تساوي دلتا اتش، ولا لا؟ مش الهيد نفسه بيساوي يعني فاي او اتش ذا سيم، اذا تغير فيهم ماله؟ تز ذا سيم. لكن لما انا بمشي في اتجاه الاكس، بمشي في اتجاه الاكس، الاكس هوريزونتال، في حين انه معدل التغير دلتا اتش هاي الصغيره لما بدي اخذ اي بتاخد المسافه الفيرتيكال على المسافه الهوريزونتال، المسافه الدعم. هسا انا عندي المسافه اللي قطعها عباره عن دلتا ال،
لو جيت اخذها از هوريزونتال ما هياش دلتا اكس بالضبط، لكن ممكن انه على سمول ديستانس اتعامل مع انه دلتا ال هي نفسها دلتا اكس. لكن من حيث المبدا انا في اس اللي هي الفيلوسيتي في الاتجاه هذا بتساوي ماينس كي دي فاي على دي ال. ممكن اتعامل مع انه دي فاي على دي ال هي نفسها دي فاي على دي اكس، او دي فاي على دي اكس هي نفسها دي اتش على دي اكس. هسا من قانون ال 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 مش فاهمها أعيدها. انا هي الخط بالنسبه لإلي ماشي بالشكل التالي، هنا هي اتجاه الاسلوب ماشي الحال، هي منصوب الوتر كيبل. احنا بنقول انه اي بتساوي او في بتساوي كي في دي فاي على دي اكس على دي اكس، مظبوط. هسه انا عندي اذا انا جيت اخذ هنا هذا التغير هو عباره عن التغير في فاي ولا لا؟ خلال النقطتين هذول يعني انا ماخذ عند هذول النقطتين بينهم هذه مسافه مقدارها دلتا اكس، مظبوط. لو انا جيت اخذ اي ايش بتساوي؟ بتساوي دي فاي على دي اكس، مظبوط. لو جيت انا لفاي التغير فيها بين النقطتين هذول مش هو عباره نفسه عن اتش 2 ماينس اتش 1؟ يعني بقدر اقول بدل دلتا فاي بقدر اقول بدل دلتا فاي دلتا اتش، مظبوط. اسف فينا بس هذه مش اكس الاصل، لازم تكون هذه على هذه، هذه عباره عن دلتا ال. المسافه الهوريزونتال هيها، في حين انه هذه مسافه ايش؟ ما هياش هوريزونتال، لكن لصغر المسافه ممكن التغيير عن دلتا ال اقول بتساوي نفسها بتساوي دلتا اكس. لا الدستنس هاي بين الارتفاعين دلتا اتش ال المسافه الهوريزونتال، بس لانه هذه المسافه مش بيور هوريزونتال فالاصل ان تكون الجريديانت بتساوي التغير الافقي على الدستنس اللي انقطعت، التغير العمودي اسف على الدستنس اللي انقطعت، التغير العمودي دلتا فاي. الدستنس اللي مشت اللي مشيتها الميه عشان يصير عليها التغير هذا هي دلتا ال. فالاصل ان تكون اي بتساوي دلتا فاي على دلتا ال. دلتا فاي اكزاكتلي هي دلتا اتش، لكن دلتا ال ما هياش اكزاكتلي دلتا اكس. لما بعمل اجنور لا انه بين الانكلايند وما بين الهوريزونتال اللي بحكي على دلتا اكس ابروتشنج زيرو ولا مش هيك في الديفرنشال ايكويشن، فبقدر اقول انه دلتا ال ممكن اعبر عنها بمين؟ بدلتا اكس، ماشي الحال. هسه باجي هنا بتقول لي انه احنا اخذنا عمليا انه كيو قلنا شو بتساوي؟ قلنا انه كيو بتساوي نعم خلينا اخذها هنا كيو بتساوي في في ايه؟ اسف كيو كابيتال. وهذه ايش بتساوي؟ قلنا في عباره عن ايش؟ ماينس كي مضبوط فاي فاي اللي عباره عن مين؟ دلتا فاي او دلتا اتش على دلتا اكس، خلصنا منها مش هيك؟ في الاريا عباره عن مين؟ عن اتش في بي ولا لا؟ اذا جيت تاخذ كيو اللي عباره عن كيو كابيتال على البي عشان اخذها بير يونت ويز ايش بتساوي؟ ماينس كي اتش دي اتش على دي اكس. ما احنا صعدنا عن ال باكس مش هيك؟ هسا عشان اشتاق احنا بنقول في حاله لانه انا عندي ستيدي ستيت دلتا كيو على دلتا اكس بتساوي زيرو، كيف؟ بدنا نعمل بدنا نشتاق هذه بالنسبه لاكس. هسا هل انا عندي اتش كونستانت؟ اتش ما هياش كونستانت عشان يبقى بقدرش اطلع هذول ماينس كي اتش برا واشتاق لمين؟ لهاي. كيف بدي اشتاق لدلتا اتش؟ الفكرة ما هي أنا عندي هاي فاريبل،
الفكره بس عشان نيجي ناخذها بالشكل التالي بس رياضيا. لو انا باخذ بالشكل التالي بقول انه لو جيت اشتق في اتش تربيع بالنسبه لدي اكس ايش بتساوي؟ مش بتساوي 2 اتش دي اتش على دي اكس ولا لا؟ واحده واحده. هسا دي اتش تربيع على دي اكس بتساوي 2 اتش في دي اتش على دي اكس، مش هيك؟ ولا على 2 على دي اتش على دي اكس، مظبوط؟ طيب هسا لو جيت اخذ هنا، لو وقت اضرب هذه في نص وهذه في نص، بقدر اقول انه نص دي اتش تربيع على دي اكس بتساوي اتش في دي اتش على دي اكس، مش هيك؟ لو اخذت هذه ضربتها في ماينس كي وهذه في ماينس كي، مش بتساوي ماينس كي اتش دي اتش على دي اكس بتساوي ماينس كي في دي اتش تربيع على دي اكس، صحيح؟ هالحين هاي ماينس كي اتش دي اتش على دي اكس مش بتساوي كيو، مظبوط؟ اذا بقدر اقول انه كيو بتساوي ماينس نص كي دي اتش تربيع على دي اكس، صحيح؟ اذا دي تشتق هذه بالنسبه لاكس، دي كيو على دي اكس ايش بتساوي؟ ماينس نص كي دي 2 اتش تربيع على دي اكس تربيع، مظبوط؟ وهذه ايش بتساوي؟ وهذه بتساوي زيرو. طبعا عشان نسوي زيرو، اما كي بتساوي زيرو واما دي 2 اتش تربيع على دي اكس بتساوي زيرو، والاصل انه ايش؟ الترم الثاني بيساوي زيرو. وهذه هي الديفرنشال ايكويشن اللي خاصه بمين؟ بالان كونفايند اكوفر. واضحه النقطه؟ طبعا هنا احنا جبناها بشكل مباشر بس عشان نعرف انه كيف صارت دلتا كيو على دلتا اكس بتساوي ماينس نص كي دي 2 اتش تربيع على دي اكس تربيع. هذا هو الاصل في هاي الحسبه، ماشي الحال؟ هذا طبعا في الكونفايند اكوفر، في الان كونفايند اكوفر، في حاله انه في شيء من السطح من فوق بيجي شيء ولا لا؟ لانه انا بقول الستيدي ستيت يعني لي انه خلال هذا المقطع فيش للفلو اللي بيدخل من هنا والفلو ايش؟ اللي بيطلع من هنا، مظبوط؟ طيب لو كان في عندي رينينج، كان في عندنا رينينج، والرينينج هذا بعطيني النت انفلتريشن بمعدل ان، يعني في فلو من هنا بيدخل بريت ان. طبعا الانفلتريشن ايش اليونت تاعته؟ لا مش مليمتر بيت تايم او متر بيت تايم ولا مش هيك؟ هسا اذا كان بيدخل من هنا معدل ان هاي، والان هاي خليني اسميها لا تعطي هنا معدل دلتا كيو ولا مش هيك؟ وي دونت نو هاو ماتش ات از ات. من هنا طبعا بيدخل عندي كيو ولا مش هيك؟ ومن هنا راح يكون ايش بيطلع عندي؟ كيو زائد دلتا كيو، مش هيك؟ اذا كان في من فوق بدخل دلتا كيو ومن الجانب من هنا بدخل كيو، اذا راح يطلع كيو زائد دلتا كيو. هالحين لو انا جيت اشوف دلتا كيو، مش دلتا كيو هي عباره عن دلتا كيو، مش هي عباره عن كميه المي اللي بتخش خلال مقطع دلتا اكس في عمق 1 متر، مش احنا اخذنا كيو بير يونت ويدث ولا مش هيك؟ إذا كانت الانفلتريشن ان، مش راح تكون دلتا كيو بتساوي ان في دلتا اكس في واحد، مش الاريا، مش الاريا اللي عندي دلتا اكس في 1 ديبث مضروب في مين؟ في الان اللي هي الانتن ولا مش هيك؟ إذا بتكون معدل كيو، معدل دلتا كيو عندي بتساوي ان في مين؟ في دلتا اكس.
ولا مشيت؟ أو أعيدها؟ حاضر. الفكرة إنه أنا لو جيت أطلع طلبة معي على السطح، أنا عندي مقطع، بس عشان نكون واضحين منه، على السطح المقطع عبارة عن طوله دلتا إكس في دبث واحد، لأنه أنا باخذ كيو بير يونت ويد، مش هيك؟ هذا بنزل عليه انفلتريشن، أنا بتخش مي بمعدل ان مليمتر بير دي، مليمتر بير اور، وات ايفر، قديش كمية الفلور اللي بيدخل منه؟ مش بدي يساوي الأصل، بدي تساوي ان في الاريا، مش ان مليمتر على الزمن. لو ضربته في الاريا ايش بيطلع؟ فوليوم بالزمن، ولا مش هيك؟ اذا اخذته بير يونت ويرث بدك تسمعه واحد. اذا هذه عباره عن مين؟ عن دلتا كيو، او بمعنى انه دلتا كيو على دلتا اكس ايش بتساوي؟ ان، ولا مش هيك؟ اذا لو جيت في المعادله هنا، انت بتقول لي في المعادله هنا انه دلتا كيو على دلتا اكس بتساوي ماينس نص كي دي 2 فاي دي 2 اكس تربيع على دي اكس. هذا في حاله ايش؟ انه ما فيش رين. لو كان في عندي رين، دلتا كيو على دلتا اكس ايش راح تساوي؟ راح تساوي ان. دلتا كيو على دلتا اكس راح تساوي ان، او بمعنى انه دي 2 اتش تربيع على دي اكس تربيع بدها تساوي ماينس 2 ان على كي. طبعا اذا كانت في الشيرين ان بتساوي زيرو، ولا مش هيك؟ وبنرجع للمعادله الاصليه، واذا كان في عندي رين راح يكون في عندي قيمه لها لان. هاي طبعا هذا الحكي امتى بيتم؟ فقط في الان كونفايند، في الان كونفايند اكوفر، لانه في الكونفايند اكوفر الطبقه العازله اللي فوق ما بتسمحش تخش على الاكوفر اي شغل من خلال المقطع، لكن في الان كونفايند اكوفر اذا في اي رين ممكن يسمح انه الميه تعدي من خلال المقطع. واضح هاي النقطة؟ طيب شوف الحكي هاي كيف ممكن نحل عليه اكزامبل، لانه هاي ديفرنشال ايكويشن، بدنا نشوف كيف ممكن نطبق الديفرنشال ايكويشن على واقع في الخزان الجوفي. ايش الاكزامبل اللي عندي؟ بقول لي سبوز ذير ار تو كانلز ات ديفرنت ليفل سيبريتد باي ا ستيب اوف لاند 1000 متر ويد. بمعنى ايش؟ لو جيت اخذها كبلان، انه انا عندي مجرين مائيات، عندي مجرين مائيات، هاي مجرى وهي مجرى مائي، ما بينهم 1000 متر، هذا 1000 متر من الارض اليابسه. يعني اشبه لكم اياه بالمنطقه الدلتا في مصر ما بين فرعين النيل، هنا في فرع وهنا في فرع، ما بينهم ايش؟ نعم. هالحين هذول الفرعين لو جيت تعمل بلان بالشكل التالي، سوري اعمل مقطع بالشكل التالي عشان نستوعبه. المقطع لما نعمله هي شكل المقطع، المسافه ما بين التو كانالز، يعني هي كانال والثاني هناك. نعم، مش هي بدك تعملي مقطع هنا؟ راح يكون على الجنب هنا في كانال وعلى الجنب هنا في كانال، مظبوط؟ الحين شو بقول لي؟ بقول لي ما بينهم مسافة 1000 متر ويد، اللي هي هذه منطقة اليابسة اللي خلالها بكون الأكويفر of permeability كي 12 متر بير دي. البيرميابيليتي بتساوي 12 متر بير دي. شلون في الفيجر؟ if one canal is 2 meter higher than the other and the depth of the aquifer is 20 meter below the lower canal at impermeable base, find يعني بمعنى كالتالي، انه اذا كانت الكنل هاي ارتفاعها 20 متر، الثانية اعلى منها بقديش؟ ب 2 متر، عشان هيك راح الثانية يكون ارتفاعها مش 20، ارتفاعها 22 متر. ايش بقول لي؟ بقول لي فلو كانال، فايند ذا ان فلو انتو اور ابستراكت
abstraction from each canal per meter length. Take annual rainfall as 1.2 meter per annum and assume 60% infiltration. بقول لي إذا كان على السطح في raining بمعدل 1.2 meter في السنة per annual 60% منه بصل له infiltration. يعني بمعنى انه ان قديش راح تساوي؟ ان راح تساوي 1.2 4.6 وهذه قديش بتساوي؟ 0.72 متر بيريال. مضبوط؟ هسا انا عشان احل المعادله هذه واوجد الكيو اللي طالع من القنال يعني انا بدي اشوف الفلو كيف ماشي وكل كنال هل بيجي عليها ولا بطلع منها فلو؟ اللي راح يصير عندي انه انا بدي اجي اشوف الديفرنشال ايكويشن اللي خاصه ب الانكونفايند اكوفر في حاله الريننج اللي انت قلت لنا انه دي 2 اتش تربيع على دي اكس تربيع بتساوي ماينس 2 ان على كي، مش هيك؟ لساتنا هيها هينا فيها مش هيك؟ هسا انا شو بلزمني؟ بلزمني للموضوع هذا اوجد الباوندري كونديشن. انا باجي هنا على سبيل المثال من هنا بدي ابدا المحاور تاعيني هاي اكس وهي اتش مش هيك؟ هذه النقطة بداية الاكويفر وهي النقطة نهاية الاكويفر. الباوندري كونديشن عندي شو هم؟ انه at x equal 0 h بتساوي 20 متر و at x بتساوي 1000 h بتساوي نعم بس this is my boundary condition. هسا بلزمني اجي احل الديفرنشال ايكويشن ولا مش هيك؟ الديفرنشال ايكويشن عندي شو بتحكي؟ عشان اعملها اول انتجريشن بدي اقول دي اتش تربيع على دي اكس ما هو اول انتجريشن بدي يساوي ماينس 2 ان على كي اكس زائد كونستانت صحيح؟ بعديها اتش تربيع بدي تساوي ماينس 2 ان على كي اكس تربيع على 2 زائد سي 1 اكس زائد سي 2 هسا شو بلزمني اعمل؟ اوجد من خلال الباوندري كونديشن قديش قيمة سي 1 وقيمة سي 2 ولا مش هيك؟ بصير بالنسبة لإلي في فانكشن ما بين ارتفاع الاكوفر والديستانس، يعني عند أي ديستانس قديش ارتفاع الاكوفر ولا مش هيك؟ طيب هو شو بده؟ هو بده الفلو اللي طالع أو اللي داخل، أو بمعنى أنا بدي أوجد كيو as a function of x ولا مش هيك؟ إذا وجدت Q as a function of x معناته عشان أوجد عند بداية الأكويفر بعوض عن قيمة x بطلع Q، عند نهاية الأكويفر بعوض عن x ب 1000 بوجد قيمة ال Q ولا مش هيك؟ طبعا وأنا مفترض إنه ال Q ماشي بهذا الاتجاه ولا لا؟ مش هيك اشتغلنا؟ فلو أعطاني Q نيجاتيف ماذا يعني؟ انه الفلو مش هيك الفلو هيك ولا لا؟ هسا انا هنا اذا اوجدت سي 1 وسي 2 بقدر اوجد اتش على فانكشن اوف اكس. هو احنا اخذنا كيو قلنا شو بتساوي؟ مش قلنا ماينس كي اتش دي اتش على دي اكس صحيح ولا مش صحيح؟ هسا اذا انا اوجدت اتش از فانكشن اوف اكس بقدر اعوض عن اتش، يعني انا بقدر اقول هنا انه اتش بتساوي جذر الماينس 2 ان على كي اكس تربيع على 2 زائد سي 1 اكس زائد سي 2 ولا مش هيك؟ وعوض عن اتش هاي بهذه الدلاله، وبعديها بقدر اعوض عن دي اتش على دي اكس كمان. اذا وجدت هذه المعادله بقدر اوجد قيمه دلتا اتش على دي اكس ولا بقدرش اوجدها؟ ومن ثم لو عوضت عن اتش وعن دلتا اتش على دلتا اكس
مش كأني صارت عندي Q as a function of X، صح؟ الحين لو بدي أوجد Q عند أي نقطة، يعني مش Q عند بداية الأكوفر أو نهاية الأكوفر، Q بعد 50 متر من بداية الأكوفر، بتعوض عن X 50. لو بدي أوجده في منتصف الأكوفر 500. وهذا عمليا اللي بيحدث هنا. شوفوا شو عمل. بقول من المعادلة دي 2 H تربيع على دي X تربيع بتساوي ماينس 2 N على K. الانتجريشن دي H تربيع على دي X بتساوي ماينس 2 N على K X زائد C1. H تربيع بتساوي ماينس N على K X تربيع زائد C1 X زائد C2. الباوندري كونديشن هم الباوندري كونديشن اللي حكينا عنهم. When x equals 0 h بتساوي 20، ومنها اجى هنا لما h بتساوي 20 x هنا بتساوي 0 x هنا بتساوي 0 اذا وجد انه c2 بتساوي 400. بعدين جينا when x بتساوي 1000 h بتساوي 22. شو الباوندري كونديشن الثاني؟ طبعا c2 عندي قدر يطلع من خلالها قديش قيمة c1. اذا طلعنا قيمة c1 وطلعنا قيمة c2، صفت عندي المعادلة. لو جيت اخذ هنا Q بتساوي ماينس K H دي H على دي X زي ما حكينا. طبعا H هنا اجي اعوض عنها بالدلالات هذه، بس اوجد قيم C1 واوجد قيم C2. ومن ثم لما اجي اشتق دلتا H، طبعا هذه بس اخذها يعني هنا عشان نطلع، لما حاطط مصطلح U عشان ياخذ H اللي كل تحت الجذر بيساوي 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 U. في النهاية اجي حسب قديش قيمة من خلال كيو بتساوي ماينس كي اتش دلتا اتش على دلتا اكس، اجي اعوض عنها لقي انه ات اكس بتساوي صفر، ات اكس بتساوي صفر، كانت عندي كيو في التعويض قديش بتساوي؟ ماينس 1.49 كوبيك متر بير دي بير متر. بمعنى ايش؟ انه الفلو بالعكس. نعم، ات اكس بتساوي 1000، كان الكيو قديش بتساوي؟ 0.48. يعني بمعنى لو رجعنا هنا في المسألة، كأنه لما حل المسألة لقي هنا في كيو معدل 1.49، مظبوط؟ لأنه لقيه بالاتجاه نيجاتيف. طب هاي هو الاتجاه مين؟ اتجاه البوزيتيف. إذا أنا بقول هنا الاتجاه الموجب، إذا طلعت معي القيمة بالنيجاتيف معناته الاتجاه هيك. ومن هنا عند النقطة الثانية لا طلعت الاتجاه موجب، مظبوط؟ وقديش كانت القيمة؟ 0.48. طب لاحظوا ايش؟ انه الاكوفر بغذي التو شانلز ولا مش هيك؟ لانه الفلو من الاكوفر بروح على الشانل هذه، بروح على مين؟ على القناة هاي. لو مشينا مع الاكوفر، طب تغذيته جايه من وين؟ ليش بغذيهم؟ لانه من الريل، يعني نتيجه الريل بتنزل عليه بترفع منسوب الاكوفر، مش هيك؟ طبعا لاحظوا ما دام في الفلو جاي من هنا بهذا الاتجاه، اذا منسوب الميه في الاكوفر المفروض تكون اعلى من ال 20 متر ولا مش هيك؟ ومنسوب الميه هناك اعلى من ال 22. طيب بتتوقعوش انه تؤدي في نقطه سموير يكون الفلو من هنا بالاتجاه هذا والفلو من هنا بالاتجاه هذا ولا لا؟ ما دام الاكوفر بغذي هنا بالاتجاه هذا بغذي هنا بالاتجاه هذا، إذا somewhere بدها تكون في نقطة اللي عندها ايش؟ الفلو منها بروح الاتجاه هذا والفلو هنا بروح الاتجاه هذا، يعني عند المقطع هذا قديش قيمة كيو؟ زيرو ولا لا؟ ما دام عند النقطة هذه عند المقطع هذا الفلو من هنا بروح هيك ومن الفلو هنا بروح هيك، خلال المقطع هل في فلو بتحرك؟ بتحركش. هذا المقطع في الحالات هذه
بنسميه الووتر ديفايد، بنسميه الووتر ديفايد لانه كانه قسم الاكويفر جسمين، ولا مش هيك؟ لانه الفلو من هنا بروح هيك ومن هنا بروح بالاتجاه الاخر. تتوقعوا هذه النقطه وين بتكون؟ لا، ما هنا ارتفاع المية 20 والفلو بروح بالاتجاه هذا، اكثر من 20 واكثر من 22. نعم، بس انا منطقيا مش يفترض انه عند النقطة هاي يكون اعلى منسوب للأكويفر ولا لا؟ يفترض يكون اعلى منسوب للأكويفر، عشان منه هيك بكون السلوب اقل منه والمي بتمشي بهذا الاتجاه، ومنه هيك السلوب اقل منه وبمشي بهاي الاتجاه. طبعا عند النقطة هذه دلتا كيو على دلتا اكس قديش بتساوي؟ وبتتوقعوا السلوب كيف يكون؟ هوريزونتال. يعني هنا لو جيت اخذ السلوب بمعنى دلتا اتش، او سوري مش دلتا كيو على دلتا اكس بتساوي صفر، راح تكون كيو بتساوي زيرو، راح تكون دلتا اتش على دلتا اكس بتساوي زيرو. مش هذا الخط هو عبارة عن اتش از a function of x، مظبوط؟ عند اعلى نقطة، عند اعلى نقطة لو جيت تاخذ السلوب دلتا اتش على دلتا اكس مش المفروض يكون هوريزونتال؟ جددوا شوية الرياضيات. اي نعم، هنا السلوب الكيرفتشر، الكيرفتشر هذا الخط بياخذ الشكل التالي، مظبوط؟ اعلى نقطة فيه رح كل السلوب تاعها هوريزونتال، بمعنى انه دلتا اتش على دلتا اكس بتساوي زيرو. واذا كانت دلتا اتش على دلتا اكس بتساوي زيرو، مش قلنا كيو بتساوي ماينس كي اتش؟ يعني طبعا ما احنا قلنا كيو بتساوي صفر، عشان هيك هذا المقطع سميناه ووتر ديفايد. وهنا قسم الاكويفر الى قسمين، وكانه صار عباره عن الاكويفر هذا صار عباره عن تو اكويفر، ان من هنا بتروح بهذا الاتجاه ومن هنا بتروح بهذا الاتجاه. حدا فينا ممكن يحدد وين النقطه هذه؟ عند المقصد نحسبها قديش؟ نعم، يعني انا بدي اجي اخذ من المعادله هذه اخذ دلتا اتش على دلتا اكس واعوض عنها بصفر، ومن ثم اوجد قديش قيمه اكس اللي عندها دلتا اتش على دلتا اكس بتساوي زيرو، بتعطيني هذه النقطه. عندها بقدر احسب قديش قيمه اتش ولا بقدرش؟ فاجد انه قيمه اتش لو اخذت، راح اجد قيمه اتش ماكسيمم، لو اخذت اكس اقوى منها بشويه راح الاقيها اقل اتش، ولو اخذت اكس اقل منها بشويه كمان راح الاقيها اقل، لأن راح تكون بالنسبة لي عبارة عن أعلى نقطة في الأكويفر، عشان هيك الفلو منها بروح بالاتجاهين. في ايرور في الموضوع؟ لا ايرور، هو هيك طبيعي، ممكن احنا مش حدد أعلى نقطة في الفقدان الجوي في خلال معادلة. غير غير؟ خلال معادلة يعني بنجيب أعلى نقطة في الخزان الجوي. حسب ما هو الباوندر كونديشن اللي عندي. حسب الباوندري كونديشن اللي عندي، ما دام هنا الفلو منها بروح بالاتجاه هذا والفلو من عندها بروح بالاتجاه هذا، اذا الكيو عندها فيش فلو بعدي خلال المقطع هذا، لانه الفلو بروح هيك وهيك، ففيش فلو بقطع المقطع هذا. طب ما دام الفلو بروح بهذا من عنده بهذا الاتجاه، اذا هي اعلى من اي نقطة بهذا الاتجاه، وبالنفس الحكي بالاتجاه الاخر، اذا يفترض ان تكون هذه النقطة اعلى نقطة، ما دام هي اعلى نقطة في الكير، اذا السلوب عندها كيف راح يكون؟ هوريزونتال، ولا مش هيك؟ ومن هنا طبعا عشان اوجدها معناته بدي اقول دلتا اتش على دلتا اكس عند هذه النقطة بتكون دلتا اتش على دلتا اكس بتساوي زيرو، ومن ثم مين الاكس اللي عندها دلتا اتش على دلتا اكس بتساوي زيرو؟
لو عوضت بعديها بأتش سألت بأتش على قيمة خلال هذا المقطع مضبوط؟ طبعا ما هي أتش خلاص هنا المعادلة هذه هي بتحدد أتش as a function of X بالنسبة لمين؟ للإكزامبل اللي عندي. طيب سؤالي لو ما كانش في رينينج يعني ان صفر هلا حلاقي الفلو اللي بخش على الكنال هذا بيختلف عن الثانيه لا لو كانت عندي انه في الشيريني كيف راح يكون شكل الخط هذا مش هذا فهمت راح يكون ستيت لاين هيك وساعتها وين اتجاه الفلو هيك واللي داخل من هنا هو نفس اللي طالع من هنا. نعم. راح تكون على نقطة مين؟ 22. وراح يكون الفلو ماشي بشكل لو جينا عند أي مقطع لو عند أي مقطع أخذت هذا حلاقي فاريبل في الفلو؟ راح يكون الفلو ثابت خلال المقطع، وقديش بدخل من الكنل هذه هو اللي بيطلع من على الكنل الثانية، والفلو عندي راح يكون كونستانت راح يكون ستيبل اي نعم واضح هاي النقطه هذا طبعا اكزامبل في انه انا لو اعطاني الباوندري كونديشن للكونفايند اكوفر او للكونفايند اكوفر بقدر ساعتها من خلال المعلومات هذه احسب علاقه الفلو مع الديستانس ارتفاع منسوب الميه مع الديستانس ومن ثم اعرف كيف الميه عمالها قاعده تتحرك خلال هذا الاكوفر وباي وضعيه تتحرك داخل هاي شو راح يصير كيف؟ لا بتخلص بس شو راح يصير على وضعية الاكوفر كيف بده يصير الفلو وقديش ممكن نسحب من الاكوفر وشو المعادلات اللي بتحكم عملية الابستراكشن من الاكوفر يعطيكم العافية